انطلقت في العاصمة الرياض فعاليات النسخة الثامنة من منتدى مسك العالمي لعام 2024 تحت شعار من الشباب لأجل الشباب، ليجمع شباب السعودية والعالم. أحمد الجعيد وكاميرا يا هلا والتفاصيل. من مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية انطلقت فعاليات النسخة الثامنة من منتدى مسك العالمي لعام 2024 لتجمع شباب المملكة والعالم تحت شعار من الشباب لأجل الشباب. ويعد منتدى مسك العالمي منصة رائدة تجمع قادات الفكر والمبدعين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أهم القضايا التي تهم الشباب وتؤثر على مستقبلهم. اختارت مؤسسة مسك مدينة محمد بن سلمان غير الربحية وقاعة الملفى بشكل أدق لاستضافة النسخة الثامنة من منتدى مسك العالمي، نظرا للتوافق الكبير ما بين ركائز واستراتيجية وتوجه المدينة مع المؤسسة، وكلانا خلنا نقول يتفق ويتوافق في دعم الشباب وتمكينهم وتوفير منصة تجمع الشباب وتمكنهم وتحتضن أعمالهم، بالإضافة إلى الربط ما بين المواهب وتعظيم أثر الشباب، تعظيم أثر المؤسسة والمدينة في دعم الشباب كذلك. يمكن ذكر اليوم الدكتور بدر أن في السابق كانوا الشباب يأخذون خلنا نقول المقاعد الخلفية والمتوسطة في المركبة، والقيادة دائما ما تكون من الشباب، لكن اليوم الحمد لله وفي ظل دعم القيادة تغيرت الأمور وصاروا الشباب ممكنين وصاروا يقودون دفة التطور والتقدم. فعنوان هذه النسخة من المنتدى اللي هو من الشباب وللشباب، فالشباب يمكن ويمكن ويقود دفة التغيير والتطور بإذن الله. منتدى مسك ليس مجرد حدث عادي وحوارات، منتدى مسك هو منصة لتبادل الأفكار للابتكار وللملهمين والمبدعين للتلاقي وإيجاد حلول للتحديات اللي يواجهونها داخل المملكة وخارجها. المنتدى هذا العام تجاوز بحمد الله أكثر من 28 ألف مسجل حضوري، وتجاوز أيضا عدد 8000 مسجل على المنصة الافتراضية. ندعو كل الشباب للاستفادة من هذه المنصة الهامة والتواجد معنا في هذا الحدث المميز. منتدى مسك العالمي منصة تجمع الشباب لصناعة مستقبل أفضل، ومنه تنطلق الأفكار وتبنى الفرص وتتحقق الطموحات. من الشباب لأجل الشباب، شكراً.